متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننتقل معكم الآن في نظرة سريعة على صور الأقمار الاصطناعية بتحديث حالي لآخر الأحوال الجوية السائدة حاليا في المملكة، حيث تتأثر مناطق عدة في المملكة، أبرزها القطاع الجبلي الجنوبي الغربي، كذلك الحال القطاع الجنوبي في المملكة، كذلك الحال المنطقة الشرقية بأحوال جوية غير مستقرة ناتجة عن وجود كتلة هوائية باردة إلى الشمال بالتزامن مع امتداد لمنخفض جوي على السطح، كذلك الحال يترافق بارتفاع كبير في نسب الرطوبة في طبقات الجو كافة سيما البنائية منها، حيث نلاحظ معكم في القطاع الجبلي الجنوبي الغربي تشكل للسحب الرعدية في العديد من النطاقات الجغرافية في تلك المناطق، تتسبب بهطول زخات رعدية غزيرة من الأمطار بمشيئة الله تعالى، أيضا يؤدي ذلك إلى جريان الأودية والسيول في العديد من تلك المناطق. أيضا نلاحظ معكم امتداد هذه الأمطار بشكل غير اعتيادي صوب منطقة نجران على طول الواجهة مع اليمن في المنطقة الجنوبية، أيضا تتسبب هذه السحب بهطول غزير الأمطار الرعدية، تترافق أيضا بهبوب قوي للعواصف الرعدية، وأيضا تساقط زخات من البرد الذي قد يكون متراكما في بعض تلك المناطق. أيضا نلاحظ معكم على الواجهة الشرقية في المملكة، طول الواجهة الشرقية تتعرض في مناطق عدة منها لتشكلات لسحب رعدية تعمى على هطول أمطار رعدية غزيرة، كذلك حال زخات من البرد. يسبق هذه الأمطار الغزيرة أيضا هبوب لعواصف رملية محلية قبيل وصول السحابة الرعدية إلى المنطقة، يؤدي ذلك إلى نشوء هذه العواصف الرملية في بعض من تلك المناطق، لكن الأمطار غزيرة مترافقة في هذه المناطق التي تحضر فيها تتشكل بها السحب، تكون الأمطار غزيرة بمشيئة الله. أيضا نلاحظ معكم تشكل السحب الركامية في المنطقة الوسطى بما فيها منطقة الرياض، لكنها أقل كثافة من تلك السحب الموجودة في شرق المملكة والقطاع الجبلي الجنوبي الغربي أو المنطقة الجنوبية. نلاحظ معكم تشكل هذه السحب في منطقة الرياض لكنها بكثافة أقل، وتعمل بمشيئة الله على هطول زخات أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، قد تكون رعدية في بعض من تلك المناطق. إذن هذا ما كل لدينا حتى اللحظة من آخر التحديثات، تابعونا في المزيد من النشرات الجوية خلال ما تبقى من هذا اليوم، إلى اللقاء.